اللعبه عباره عن انت ما يعني مدى اتقانك ومدى تحكمك بالكوره. فحبيتها بصراحه، حسيتها ليها لعبه مختلفه وبتميز بتميز اللاعب، بتميز اللي بيلعبها. بدات رحلتي او لعبتي لعبه الفري ستايل فوتبول من سن، انا كنت بلعب كوره عادي وانا صغير يعني، وحصلت شويه ظروف في حياتي كده، فاضطريت ان انا ابتعد عن كره القدم في الملعب واتجه للفري ستايل، الاستعراض بالكوره. كطبيعي لعبه الفري ستايل يعني تبقى غير اللعيب الكلاسيكي اللي هو لعيب الملعب كره القدم، هي نفس الممارسه، هو بيمارس نفس الرياضه، بس الفكره كلعيب فردي الفوكس كله على اللعيب، بحيث اللي هو اللعيب بيعمل مجهود بدني عالي قوي. يعني هو اللعيب الفري ستايل ممكن يقعد يطول في الشغل بتاعه، ممكن يقعد له ساعه ساعه ونص، ممكن احنا ساعات بنوصل لثلاث ساعات تمرين او هو تدريب لوحده، هو تدريب بالكوره، فطبعا ده بياخد معاه وقت في البدني بتاعه كبير قوي. فالحمد لله احنا يعني اهم الحاجات اللي احنا بنركز عليها في البدني مع كابتن سانتوس رشاقته ومرونته في التعامل مع الكوره. في 2015 اول ريكورد حققته، انا كنت موهوب ان انا ابقى متحكم بكورتين في نفس الوقت. اكتشفت ان انا ما لقيتش حد بنطق بكورتين في نفس الوقت محقق بيها حاجه شخصيه او انجاز شخصي ليه هو. استعديت الموضوع ده حوالي مثلا سنتين ونص، ثلاث سنين شغل من نار يعني، تدريبات متواصله على الموضوع. خطبت مسار جينيس الارقام القياسيه، بعت ايميل رد عليها بعديها بمده ابروف للحدث يعني، والحمد لله حققت الرقم في القاهره في نادي الاقطاميه في التجمع الخامس، وده الريكورد الاول ريكورد حققته في حياتي. وفي نفس الوقت ده كان ريكورد مفيش حد محققه اصلا، يعني ده مش ريكورد انا كسره، ده ريكورد انا محققه باسمي. الريكورد الثاني سنه 2021 ده كان من اربع شهور، ده كان كسر رقم مشي بالكره تحكم وتنطيق لمسافه 7 كيلو و20 متر. الرقم المسجل كان 6 كيلو و10 متر اعتقد، انا حققت 7 كيلو و20 متر في نفس المده تقريبا حوالي ساعه وربع. فبفضل ربنا الحمد لله حققت الرقمين دولت في ظرف الست سنين دول يعني. الوقت معانا كان قصير جدا يعني، كان حوالي 15 يوم من ساعه ما قررنا، بس الحمد لله رب العالمين. الخطه اللي انا كنت حاططها له يعني كانت عباره عن ثلاث حاجات، كان بدني وتغذيه واستشفائي، وكان اهم حاجه عندي التغذيه والاستشفاء. البدني الحمد لله هو كده كده مجهز، بس يا دوبك اللي احنا بنعمل ايه، بنرجع بس ايه، بنرجع المود ونستعد للبطوله بتاعتنا اللي احنا ايه داخلين فيها.